نشرة لآخر وأهم الأخبار من قناة سما الفضائية، والبداية بالعناوين. تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي ثلوج في المحافظات وهطولات مطرية متفاوتة الغزارة على 112 ملم في حضر بالقنيطرة. ستعلن انتهاء أحداث سجن الصناعة في الحسكة، أين ذهب عناصر داعش الفارون وأين ستذهب قوات الاحتلال الأمريكي بمن استسلموا. أنصح الخارج الغطر والداخل الغطر يجون يسوون تسوية. تسوية دير زور وريف الرقة مستمرة، وافتتاح تسوية لثلاثة أيام في محافظة درعا، والإقبال يتزايد. أهلا بكم. شهدت أغلب المحافظات خلال 24 ساعة الماضية هطولات مطرية متفاوتة الغزارة، سجل أعلاها 112 ملم في حضر بالقنيطرة و88 ملم في وادي العيون بحماة. هذا وقد أعلنت إدارة المرور في وزارة الداخلية أن عددا من الطرق في محافظات ريف دمشق، حماة، اللاذقية، طرطوس، القنيطرة والسويداء سالكة أو غير سالكة بصعوبة بسبب تراكم الثلوج وتشكل الجليد. وتبقى درجات الحرارة أدنى من معدلاتها بنحو 4 إلى 7 درجات مئوية مع تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو كافة مترافق بكتلة هوائية شديدة البرودة قطبية المنشأ ورطبة. عمت الهطولات الثلجية مختلف مناطق محافظة السويداء مع سماكات متفاوتة للثلج وفقا لارتفاع كل منطقة. وعموما يقضي السوريون هذا العام شتاء باردا بشكل مضاعف عن الأعوام السابقة، وذلك ليس بسبب صعوبة الطقس فقط بل بسبب عدم كفاية وسائل التدفئة وارتفاع ثمنها أيضا. شتاء قاس، يبحث هذا الولد أو ذاك عن حطب أو خرقة أو أي قطعة عديمة النفع ليدفئ بها عظامهم. مشهد يستخلص المعاناة في تأمين مستلزمات التدفئة في المحافظات السورية كافة. الدنيا ثلج وبرد، الناس على الحطب كيف ما كان عم تدبر حالها، بتحرق شو ما كان، حتى من أوعية صارت تحرق تتدفأ. غير هيك شو في يعني؟ ما في شيء. وعدوا بخمسين لتر بس بعد ما في شيء. بالنسبة للمازوت أو المحروقات ما بيكفوا هذول 10 أيام، المواطن منين بده يجيب؟ فيعني أحيانا كثير بينجبر إجباري أنه يقص من الشجر. الدفعة الأولى استلمناها لكن طبعا غير كافي نهائيا، ما استفدنا منها ولا بأي شكل يعني، وكأن شيئا لم يكن. الدفعة الثانية لسه ما استلمنا، وأكيد بهالظروف بهالجو هاي يعني لا 50 لا 100 لا 200 أحيانا تعمل شيء، وخاصة هون ببلدنا يعني بالجبل هون. الدور الثاني ما أخذنا ولا ما عم يسلمونا إياه بعده. أنا ما استلمت الدور الأول بعدني، يعني ماني مجبور أنا لشلخ من أوعية أوعية ابني ومرتي أحط على وجاق الحطب الدفة. حطب أسعاره غالي كتير، والبطانيات هي الوسيلة الوحيدة حاليا. 50 لترا من المازوت هي الكمية التي حصل عليها الأهالي حتى اللحظة. انعدام وسائل التدفئة دفع بالأهالي إلى البحث عن بدائل، فلم تسلم الأشجار التي باتت تتقلص مساحتها المزروعة، والألبسة القديمة، وإطارات السيارات، والكراتين، ليستطيعون من خلالها تخفيف معاناة أطفالهم ومرضاهم وكبار السن بالحصول على التدفئة المطلوبة. حالات خاصة أمورها ماشي حالة يعني، بس بشكل 90% من القرية عندنا كلها على الحطب، وما يعني الحطب حتى 500 ألف طن الحطب اشترت الناس بأول الموسم برميل المازوت ب 700 ألف من وراء تحكم السوق السوداء. اللي نتمنى إنه يزيدونا الكمية شوي يعني 200 لتر معقولة، 100 لتر معقولة، بس يعني 50 لتر قليل كثير. ما فيش عندنا لا كراتين ولا عندنا حطب ولا عندنا شو، ليه نروح نخص شجر لنحرقه؟ حرام. ما كفت شيء 10 أيام يا دوب، بالبردات أكيد ما راح يكفوا، قطعة الكهرباء شو بدهم يكفوا؟ من زمان خلصت، سلمناها وخلصت من زمان، عم يجيب حر، والحر ما عم يدفي، لأنه مازوت خرج السيارات، ما خرج التدفئة يعني. المازوت 50 لتر الأوليات العالم أخذتهم، بس أكيد ما كفوهم لفترة بسيطة كثير، وعلى الجو هذا جليد وبرد، ما كفوا، العالم دارت للأحراش.
انتشار المادة على جوانب الطرقات وتوفرها بكميات كبيرة في السوق السوداء وبسعر مرتفع يتطلب من المعنيين تكثيف الجهود لمحاربة هذه الظاهرة ومحاسبة المتلاعبين والمسببين وتجار الأزمات المتلاعبين بأرزاق المواطن المنهك أصلاً. لقناة سما الفضائية رؤى العبد. مع أعلن قصد السيطرة بدعم أمريكي على سجن الصناعة، تبرز الكثير من إشارات الاستفهام مع أنباء عن قيام قوات الاحتلال الأمريكية بنقل العديد من مسلحي داعش إلى قاعدتها غير الشرعية في منطقة التنف بهدف نشرهم في منطقة البادية السورية لتنفيذ أعمال عدوانية إرهابية ضد الجيش العربي السوري أو إرسالهم إلى الداخل العراقية لتهديد الأمن هناك، لتأكيد مزاعمه بضرورة بقاء قواته المحتلة في سوريا والعراق. زعمت ميليشيا قسد وقوات الاحتلال الأمريكي انتهاء أحداث سجن الصناعة في مدينة الحسكة والذي شهد فرار مئات عناصر داعش منه بالإعلان عن استعادة السيطرة الكاملة على السجن واستسلام جميع مسلحي تنظيم داعش الإرهابية المستعصين فيه. وجرفت قسد 10 من منازل الأهالي المقابلة لمقبرة غوران باستخدام آليات هندسية ضخمة خاصة بالهدم والتجريف وتم تسويتها بالأرض، وذلك بزراعة تحصن عدد من الهاربين من سجن الثانوية الصناعية ضمن هذه المنازل وفق ما نقلت وكالة سانا عن مصادر أهلية. وأوقعت الاشتباكات داخل السجن وفي محيطه 181 قتيلا، 124 منهم من مسلحي التنظيم و50 من قسد إضافة إلى 7 مدنيين وفق ما ذكرت مصادر إعلامية تدور في فلك ميليشيا قسد. ومع هذه التطورات ظلت الأسئلة قائمة، إن ذهب عناصر داعش الفارون وإن ستذهب قوات الاحتلال الأمريكي بمن استسلموا ممن حملتهم في باصات أو عبر حواماتها. هذا وقد التقت قناة سما عددا من الأهل الذين منعتهم ميليشيا قسد من العودة إلى منازلهم في الأحياء التي تسيطر عليها رغم إعلانها السيطرة على سجن الصناعة وإنهاء تمرد داعش فيه. لا والله يا أبو عدو، والله بيوتنا راحت واحد أحد مدعين عند رب العالمين ولا حول ولا قوة. ما خلونا لسع بي خلاينا ما جوا، ما خلونا نفوت جوا ولا حول ولا قوة، بعين الله فاتوا مشطون وصار ضرب، يمكن لقوا خلايا نايمة. وأول فعل قالوا لنا بعد ساعة نفوتكم، أنه بلما شافوا الوضع كذان قالوا لا روحوا لبكرة. وقالوا خلصت وكنا ما خلصت، والله ما نمنا الليل خايفين، إيش عرفني، بعين الله الحمد لله خبز ما في مي ما في ليش ما فتنا فوتونا ورحنا على جامع على مطعم السندباد حد المطعم ورجعونا ما خلونا نفوت. فتت على تقريبا عند شارع الجامع ما خلوني والله افوت، قالوا بي لحد الان يعني ضارب وما ضارب، قال مشانكم، قال استنوا بس شغلت يومين النوب ان شاء الله ان شاء الله يا رب. قال زمان صار بيضرب ابنه بعد فرنا اخوات، اللي طلع طلع واللي ظل ما يخلونه يطلع، هسه اجينا على عند النوب في دوريات مكثفه. وحسب مراسل قناة السماء فقد استمرت عمليات التمشيط التي تقوم بها قسد في حي غويران الغربي والشرقية بزعم البحث عن فارين من فلول التنظيم وخلايا نائمة يشتبه فيها قد تكون على ارتباط بالتنظيم، مع تواصل التحليق المكثف للطيران الحربي والمروحي والمسير التابع للاحتلال الأمريكي. الزميل أيهم مرعي والمزيد من التفاصيل. رغم اعلان ميليشيا قسد السيطره الكامله على سجن الصناعه واستسلام عناصر ارهابي داعش، الا ان الاشتباكات عادت ليله امس، كانت هناك اصوات مسموعه، ايضا طيران الاحتلال الامريكي كان يحلق بالاجواء سواء كان هذا الطيران حربي او مروحي، ونفذ ايضا عده غارات كانت مسموعه لكل الاهالي. تبين في ساعات الصباح انه بالفعل منطقه السجن هي لا تزال يعني
تندلع فيها اشتباكات، وهذه الاشتباكات ترتفع حدتها ربما حتى أكثر من الأيام الماضية. ميليشيا قصد يعني تجنبا للإحراج ربما أعلنت عن أن هناك أثناء عمليات التمشيط تم العثور على عدد من عناصر تنظيم داعش الإرهابي، هم لا زالوا متحصنين ويقاتلون رغم أنهم تقول أنهم منذ أكثر من أسبوع بلا ماء أو غذاء، وبالتالي هم يقاتلون حاليا داخل السجن وأن عملياتهم تتركز على يعني تمشيط هذا السجن. كل هذه الأحداث انعكست حتى على الأهالي الذين حتى الآن يتجمعون عند مداخل الجيش العربي السوري كما نشاهد هنا في عدسة الكاميرا أن هناك تجمع للأهالي الذين يحاولون العودة إلى منازلهم، لكن حتى الآن يتم منعهم من حواجز ميليشيا قسد، يعني منعت المدنيين من الوصول إلى منازلهم. أيضا لا توجد أي معلومات دقيقة حول يعني الموعد الذي سيسمح فيه لعودة الأهالي، هناك تساؤلات كثيرة خاصة نتحدث عن أكثر من 40,000 من المدنيين اضطروا لترك منازلهم نتيجة، وربما نسمع الآن أصوات الاشتباكات والرصاص التي لا تزال مستمرة، هناك تحليق الطيران المروحي الحربي وحتى طيران المسير، وبالتالي كل ما كان متواجدا في المعركة عاد وكأن الأمور يعني عادت إلى نقطة صفر. إذن الأهالي حتى الآن يترقبون مسألة العودة إلى المنازل ومسألة انتهاء هذه الغيمة وأن يتم لهم السماح بدخول إلى منازلهم، وخاصة أن اليوم أجواء باردة جدا وأيضا كانت هناك هطولات مطرية متقطعة، ويعني بالتالي كل هذه الظروف هي ستكون قاسية على الأهالي الذين يعني اليوم يعدون اليوم الثامن وهم خارج منازلهم بسبب هذه الاشتباكات. على العموم سنضعكم بصورة كل التطورات الحاصلة في هذا الملف وخلال الساعات القادمة، وما نتمناه أن يكون هناك عودة قريبة أيضا للأهالي إلى منازلهم ويعودوا بسلام إليها. مشاهدينا، يأتي هذا كله وسط أجواء إنسانية كارثية صعبة تعيشها أحياء غويران أزور النشوة نتيجة فقدان الماء والغذاء والدواء وحليب الأطفال، وفي ظل غياب كامل للمنظمات الأممية العاملة في الشأن الإغاثي والإنساني واقتصار المساعدات على الإمكانات التي تقدمها الفعاليات في المجتمع الأهلي والمحلي عبر المعابر أو في مراكز الإيواء المفتتحة في أحياء وسط المدينة، واستمرارا للجهود الاستثنائية المقدمة من الفعاليات الحكومية والأهلية، تم احتواء كامل حالة النزوح بالحسكة وتخديمها، حيث تواصل مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بالحسكة إدارتها للاستجابة الطارئة لحالات النزوح ومتابعة الأحداث الجارية في الأحياء الجنوبية من المدينة في ظل تزايد أعداد الأسر المهجرة التي وصلت أعدادها إلى ما يقرب من 4,000 أسرة والتي تم احتواؤها ضمن 6 مراكز إيواء. وأوضح مدير الشؤون الاجتماعية والعمل إبراهيم عواد خلف أن المديرية قامت بتقسيم العمل على الجمعيات الأهلية في مدينة الحسكة لاستيعاب الاحتياج الكبير من تأمين المأوى لجميع الأسر في ظل الحصار وحظر التجوال المفروض في المناطق الواقعة خارج سيطرة الجيش العربي السوري وفي ظل سوء الأحوال الجوية. قال ممثل النيابة العامة العسكرية في سوريا إن وجود الولايات المتحدة في البلاد يخرق الفقرات 4 من المادة 2 من ميثاق الأمم المتحدة، مؤكدا أن الأمريكيين لم يحصلوا على موافقة سوريا وهم ليسوا هنا في حالة دفاع مشروع عن النفس ولا يمكن وصف وجودهم قانونيا سوى بالعدوان. إن النيابة العامة العسكرية في الجمهورية العربية السورية وبوصفها جزءا أصيلا من منظومة العدالة الجزائية في هذا البلد قامت وتقوم بتوثيق كل ما تتوصل إليه تحقيقاتها وكذلك تحقيقات وتحريات مختلف أجهزة الضابطة العدلية ونتائج عمليات الاستطلاع المنفذة من قبل باقي أجهزة القوات المسلحة السورية حول الانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال الأمريكي في الجمهورية العربية السورية وحجم الأضرار والضحايا الناجمة عنها، مع التأكيد على أن ما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية من تهديدها لسيادة الدولة السورية وسعيها لتمزيق وحدة أراضيها وسرقتها المكشوفة والموصوفة لنفط السوريين وقمحهم ومحاصيلهم الاستراتيجية مع الإمعان بالمقابل في التضييق عليهم من خلال إجراءاتها الاقتصادية القسرية غير المشروعة التي تطال لقمة عيشهم وأسباب حياتهم، إلى جانب ثبوت سيطرتها الملموسة
على جوانب من نشاط تنظيم إرهابي كداعش على أراضي دولة ذات سيادة عضو في الأمم المتحدة. سيتيح في المستقبل القريب توجيه اتهامات مثبتة ضد القائمين على مثل هذه الانتهاكات في الإدارة الأمريكية وضد القائمين عليها كذلك في صفوف قوات الاحتلال الأمريكي على الأرض. وأضاف ممثل النيابة العامة العسكرية أن سوريا تمتلك أدلة دامغة تثبت تدريب الولايات المتحدة لعناصر داعش وإشرافها شبه المباشر على جزء كبير من تحركاته، إضافة لإسناد التنظيم في الاعتداءات التي يشنها. رغم تستر الولايات المتحدة الأمريكية بدعايات مكافحة الإرهاب في سوريا وزعمها أنها تعمل تحت راية تحالف دولي لهذه الغاية، ورغم محاولاتها الحثيثة للتعتيم على علاقتها الملتبسة بتنظيم داعش الإرهابي، إلا أن الوقائع على الأرض أضحت تفضح وجود هذه العلاقة فعلا. وباتت النيابة العامة العسكرية في الجمهورية العربية السورية تملك من الأدلة المادية والقرائن المباشرة الدامغة ما يكفيها للإعلان أن الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت تتولى سيطرة شبه مباشرة على جانب كبير من تحركات هذا التنظيم ونشاطاته الإرهابية على الأراضي السورية، انطلاقا من قاعدتها غير الشرعية في منطقة التنف الواقعة على المثلث الحدودي السوري الأردني العراقي. بدأت عملية تسوية جديدة كان من المقرر أن تكون ليوم واحد قبل أن يعلن محافظ درعا تمديدها لثلاثة أيام في قصر الحويرات بمدينة درعا. وذكر مراسل السماء أن الجهات المعنية أعلنت عن عملية التسوية لإتاحة الفرصة أمام من لم يتمكنوا من تسوية أوضاعهم سابقا في إطار التسوية الخاصة بأبناء المحافظة. تأخذ هذه المبادرة من الدولة السورية أهميتها من الحرص على أبنائهم من المواطنين السوريين للعودة إلى حضن الوطن، والذين غرر بهم على الفترة السابقة. هذه المبادرة هي مبادرة وطنية تخدم أبناء الوطن وتخدم الوطن. يتم من خلال هذه المصالحة التي نشهدها إقبال من المواطنين منقطع النظير، نظراً لحرص المواطنين على الالتزام بوطنهم وحرصهم مع قيادتهم للعمل على بناء الوطن من جديد. الشباب كلها جاية بتصالح والصلح والمصالحة من روح الإسلام ومن روح الديانات السماوية كلها، الصلح والمصالحة. وبنشكر السيد الرئيس على مكرمته اللي تقدمها للناس. والله التسوية اليوم يعني مساهمة كبيرة جدا يعني بعودة الشباب اللي ما صار لهم أو اللي كان عندهم ظروف خاصة أو عامة. يعني مثل أني أحد الناس يعني كنت بحالة مرضية وما لحقت، كانت يعني فترة قصيرة وما صار في مجال. أما اليوم يعني نحن إجينا من مدينة الصنمين طبعا يعني على محافظة درعا، ونشكر قائد الوطن على المكرمة. كما ترى إقبال كبير من الناس ورغبة من الناس بالعودة إلى حيادة طبيعية. نشكر كل المعنيين الذين ساهموا وسعوا لهذه المبادرة، والله يعطيكم ألف عافية. فرصة كويسة اللي ما لحق يسوي أول مرة إنه يسوي المرة هاي. شكرا لكم للسيادة الرئيس. ما كانش يعني في وقت إنه نيجي، والمرة هاي يجينا نسوي تسوية ونرجع خدمة الوطن. زين نعمل تسوية، أعطانا التكريم سيادة الرئيس وسوينا تسوية إن شاء الله. وفي تصريح لقناة سما أكد محافظ درعا لؤي خريط أنه بمكرمة جديدة من الرئيس بشار الأسد ستجري تسويات لأهالي المحافظة لكل من يرغب بالانضمام إليها. ولفت محافظ درعا إلى أن التسويات ترافقت مع إخلاء سبيل 15 دفعة من الموقوفين من أبناء المحافظة ممن لا يقع عليهم ادعاءات للغير، وذلك حفاظا للحقوق المصانة قانونا. التسوية اليوم كانت مقررة ليوم واحد، هو يوم 27/1/2022 يوم خميس. واضح من خلال عدد القادمين لإجراء التسوية أن هناك مزيدا وتنامي للثقة ما بين جميع أبناء الوطن وقيادة الوطن. هذه مكرمة لقائد الوطن السيد الرئيس بشار الأسد أرادها لمحافظة درعا في معرض استعادة هذه المحافظة لعافيتها،
ليكون جميع أبناء درعا وممن غرر بهم هم مسهمون حقيقيون في بناء هذه المحافظة، وهذه التسوية ستكون لليوم وغدا وبعد غد. ومن إجراءات هذه التسوية أن المواطن الذي أجرى التسوية وكان بحقه مثلا بلاغ بحث لجهة معينة، بالتالي يصبح قادرا على التحرك والعمل أينما كان، وهذا الإجراء مدعم من قبل جميع الجهات المعنية ومتابع من الدولة في معرض تضافر جهود أبنائها أبناء الدولة لبنائها. وفي تصريحات له أكد رئيس مركز المصالحة السورية الروسي ومنسق مراكز التسوية عبد القشلاش أن هناك إقبال كبير من أبناء مدينة دير الزور والقرى والبلدات في المحافظة على عملية التسوية، وقد بلغ عدد من تم تسوية أوضاعهم خلال 7 أيام الماضية من المرحلة الثانية بمركز مدينة دير الزور أكثر من 1000 شخص. هذا المركز الخامس صار في محافظة دير الزور من مدينة الرياضية إلى هذه الصالة إلى الميادين إلى البوكمال، ثم رجعت إلى الميادين إلى الشميطية، ونحن الآن في الصالة الرياضية في دير الزور. الصعوبات اللي عم يلقونها أولادنا في الجزيرة، وأنت تعلم والجميع يعلم والعالم كله يعلم أنه قصد وأمريكا عم تستعمل كل الأساليب القاهرة والسيئة تجاه أبناؤنا لعدم مجيئهم إلى هذه المكرمة ومكرمة سيادة الرئيس. يعني أحسن من هيك إذا ما راح نلاقي، سمعت علينا شلون، وبعد الوطن ما بي. إجراءات زينة الحمد لله، والشباب ما قصروا معنا. جايين نعمل تسوية من الجزيرة. أول شيء نشكر سيادة الرئيس على هذا المرسوم والإعفاء العام والشامل، والله يجعله ذخر للأمة والوطن. احنا طمعانين مكرمة رئيسنا وجايين نسوي وضعنا، ونشكر سيادة الرئيس على هالمجايين لحضن الوطن وعلى أهلنا وناسنا ووطننا. جينا على وطننا، والوطن غالي والوطن عزيز، وجينا على أهلنا وبلدنا ونعتز به كل بطولة. كذلك تواصلت في الساعات الماضية عملية التسوية في مركز بلدة السبخة بريف الرقة الشرقية التي تشمل المدنيين المطلوبين والعسكريين الفارين والمتخلفين عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية. وأفاد مراسل السما أن مركز السبخة منذ افتتاحه في الشهر الثاني عشر أو في الثاني عشر من الشهر الجاري يشهد إقبالا بعشرة الأشخاص يوميا رغم العراقيل التي تضعها ميليشيا قسد الانفصالية. ندعو أهالينا في محافظة الرقة للاستفادة من هذه اللفتة الكريمة المقدمة من سيد الوطن بغاية إجراء التسويات وفتح صفحة جديدة من التآخي والوفاق بين أبناء الوطن، وخاصة الشريحة التي استهدفت من قبل الإعلام المضلل والإعلام الكاذب، والذي استفاد من طيبة أهلنا وبساطتهم، والتي استفادت من الضغط الاقتصادي الواقع عليهم في هذه الأزمة. لقينا الشباب تلقونا بكل روح رحبة وأهلا وسهلا وتفضلوا، وأنصح الخارج الغطر والداخل الغطر يجون يسوون تسوية، والبلد ما يعمر إلا بشبابه وأهله. ندعو كل واحد برات البلد أو برات المنطقة المحررة يجي يعمل يسوي وضعه، واللي عليه جيش يرجع يخدم جيشه. عطاء الكبير من السيد الرئيس أنه سامح الناس هذه على أخطائها وبعض شذوذ بعض الناس اللي ما تدرك العقل، شدت بعض الناس وفتح لها المجال وسامحها. جيت أسوي تسوية اليوم واستقبلونا الشباب أحلى استقبال، جينا ما متخلف عن الجيش وجينا مشان نخدم الوطن. أعلنت وزارة الصحة السورية مساء الأربعاء التسجيل 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سوريا وشفاء 305 حالات ووفاة 3 حالات من الإصابات المسجلة بالفيروس. وأوضحت الوزارة أن عدد الإصابات المسجلة في سوريا بلغ حتى الآن 51124 حالة، شفيت منها 37103 حالات وتوفي 2977 حالة. مشاهدينا هذا كان كل ما لدينا، شكرا للمتابعة.